بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة أكاد أخفيها لتجزى
تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذ واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي اشدد به أزري
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يا
فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر أرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا
في جذوع النخل
من
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ قال يا ابن أم لا
خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا يتخافتون بينهم
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى والله.
قل